بعد ما شفنا يا نور أجواء الماراثون، رحب بضيوفنا بالسيدة ميساء عبد العال، رئيسة لجنة الدعم النفسي في جمعية بسمة. يسعد صباحك. وأيضا مجد محرز، متطوع يا بالجمعية. هلا، يسعد صباحكم وأهلا يا وسهلا فيكم. هلا يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم على هلا. الشاشات الاخباريه. بالبدايه كنا عم نتابع الماراثون، ويمكن هو الماراثون الثالث لجمعيه بسمه. خلينا نحكي عن هيدا الماراثون، شفنا الاجواء، كان في اعداد كبيره، كيف كانت التحضيرات؟ شو بيختلف عن الماراثونات اللي قبل؟ هلا هو بيختلف عن الماراثونات اللي قبل، كان في مشاركة أكثر، العالم صار عنده وعي أكثر بمرض السرطان، فصرنا نشوف فئات مجتمعية مختلفة، صرنا نشوف العيلة مثلا عم يجي الزوج مع زوجته وأولاده عم يشاركوا، شفنا طلاب مدارس، شفنا ناس من جمعيات تانية عم تشارك معنا، فهذا الشيء كثير كان حلو يعني الحقيقة. نعم، خلينا لكن ننتقل عند مجد ونحكي كيف صار تحضيرات الماراثون، قديش لكم عم تجهزوا له للماراثون؟ يمكن شفنا مشاركات كثير كبيرة، أيضا بده يمكن إعلان كثير كبير للمشاركة فيه لهالماراثون. هلا انا قبل كنت شارك فيه كمشارك، هلا انا مشاركة هلا صرت عادي. متطوع فيها، فش نعم. كنا نشوف العالم كيف عم تنظم، عم توزع المي او بتوزع ابسط الامور. هي شغلة مو سهلة يعني، كانت تنظيمات يعني بكون واحد فيها بيكون بحسها اصعب وهي واحلى. صلنا فترة عم نحضر يعني، هي شغلة صار لها شي حوالي الشهر الشغلة عم نظبطها، وهي شوي صعبة بس حلوة يعني، بتشوفي يعني كل شيء كل تفاصيل بتصير بدقق الواحد فيها وبصير بيشتغل فيها أكثر، فهيك يعني. طيب ميساء، خلينا نحكي عن هدول النشاطات والمبادرات، قديش يمكن فيها دعم نفسي للأطفال؟ اكيد هلا وقت بشوف الطفل اللي معه سرطان انه كل المجتمع مهتم فيه، يعني ما مو بس الدكاتره، مو بس اهله، بشوف ناس ما بيعرفون يعني عم يجوا الصبح بكير، عم يركضوا كرماله، عم يدفعوا حق التيكت كرمال انه هن يساعدوه، فهذا كثير بياثر على الطفل وبياثر على اهله كمان، يعني مشان يكون عندهم طاقه لانه يكملوا العلاج ويستمروا انه يصبروا، والالم اللي بيتحملوه الم كثير كبير، فنحن بنشاركهم معنويا بس هن اللي حاسين اكثر يعني. نعم ست ميساء، يمكن انه بما انه حضرتك مسؤوله الدعم النفسي، قديش مهم الدعم النفسي؟ قديش مهم هالمريض يلي مثل ما ذكرتي عم يتالم ويتوجع ويتحمل اعراض يمكن بتفوق عمره وبتفوق الخيال، خلينا نحكي، قديش لازم اليوم نحن ككلنا بالمجتمع، بغض النظر يمكن عن ماراثونات، بغض النظر قديش نحن لازم اصلا ندعمه لهالطفل بشكل اكبر؟ اكيد هلا نحن مهمتنا انه نورجي العالم هذا الطفل، يعني هالنشاطات اللي نحن عم نعملها عم نورجي، عم نعطي فكره للعالم انه في مريض سرطان، انه في هذا الطفل اللي مرق. يمكن الحرب شوي والظروف الصعبه بعدتنا عن انه رؤيه، نحن عم نذكركم صحيح. يعني فوق الحرب وفوق الظروف، فوق التهجير وفوق الاوضاع القاسيه، كمان في مرض، كمان في صعوبه بالتنقلات، يعني هذا الاهل كثير عم يعانوا منه، فنحن هالاشياء اللي عم نعملها عم نحاول نلفت نظر هالعالم انه خلينا نتذكر هالاطفال يعني، ونضل عم ندعمهم على طول لانه بده استمراريه، يعني علاج مرض السرطان بياخذ سنوات، فنحن مو بس هلا يعني اجينا على الماراثون وخلص، يعني احنا طول السنه بنضل عم نشتغل كرمال هالقصه، كرمال هالعالم تضل عم تدعم يعني. بس يمكن الجانب النفسي جدا مهم للطفل، خصوصا عم نحكي نحن عن اطفال بعمر الورود مصابين بمرض السرطان، الجانب النفسي بيلعب دور كتير كبير لمقاومة الطفل، لمعرفة يمكن شو اللي عم يصير معه. خلينا نحكي الجانب النفسي، الدعم النفسي كيف بيكون، قديش بيلعب دور يمكن بدرجة الشفاء حتى، فينا نقول نحن كل يوم بنروح لعند الأطفال، كل يوم بنقضي معهم ساعة ونص بالمشفى، يعني نحن على طول على احتكاك معهم، فنحن صرنا رفقاتهم، فهذا بيعطيهم دعم نفسي كتير كبير، بيعطيهم طاقة، بينسيهم انه هن بالمشفى، نقعد نلعب معهم، بنحكي لهم حكايات، يعني حتى هن بصيروا بفشوا قلبهم إلنا يعني، فكل شيء مضايقهم، كل شيء كبت عندهم، بينسوا انه هن مثلا حاطين سيروم، بينسوا الجرعات، يعني بيطلعوا من حاله المرض، بصيروا عايشين بحاله لعب وحاله فرح وحاله ابتسامه، هي بتاثر على استفادتهم من الجرعه. نعم صحيح. فاذا كانت نفسيته تعبانه فكانه ما اخذ دواء، بكون نفسيته مرتاحه استفادته من العلاج بتكون اقوى بكثير. نعم مجد، يمكن عم تشوف انت وعم تتواصل يمكن مع الحالات يلي هي تمام. اطفال مريضين بالسرطان، قد ايه هذا الشيء بيعكس لشاب
مثل حضرتك يعكس انه يمكن ما بدنا نقول عطف، بيفرجيك انه لا، انه بيعطيك اراده اكبر، بيعطيك حب اكثر، يمكن بيعمل لك حاله خاصه جواتك. هي اول شيء بتحسيها صعبه، بتحسي الموضوع صعب، بس مثل ما قالت ميساء انه لما نشوف ضحكته للولد اللي هي كثير مهمه بالنسبه لنا، ونشوفه عم يرتاح او كذا، لانه نحن بنصير بنقول للاهل انه نحن كثير نفسيته الولد مهمه، فانتوا نفسيتكم من نفسيته، فلما يشوفونا الاهل او لما يشوفنا الولد نحن مبسوطين فيه وكذا، هذا الموضوع كثير بينعكس علينا وبنكون مبسوطين اكثر فيه، وبياثر للولد، بفيده اكثر يعني. طيب بالختام كلمه بتحبوا توجهوها لكل اللي عم يتابعونا، قديش مهم فعلا يمكن المشاركه معكم من خلال فعالياتكم ونشاطاتكم، من خلال الدعم النفسي، الدعم المادي نوعا ما فينا نقول. هلا اول شيء نحن بنحب نتشكر كل اللي دعمونا بهذا الماراثون اللي كان امبارح، يعني ابتداء من الرعاه، بالناس اللي اجت وشاركت معنا، بالاعلام اللي غطى، يعني حضرتكم غطيتونا قبل الماراثون وتواكبتونا بالماراثون واليوم، فنحن بنشكركم وبنشكر كل الوسائل الاعلاميه، كل مواقع التواصل اللي حكيت واللي ذكرت، يعني اللي وضحت انه شو هي جمعيه بسمه. هلا في ناس ما بتعرف، يعني بيقولوا لك انه طيب انه طلعتوا ركضتوا، يعني شو اجى للولد؟ لا، هذا الولد استفاد ماديا واستفاد معنويا، يعني احنا التيكت اللي كان العالم عم تدفع حقها، فهذا كله ريع وراح لاطفال السرطان، كان في تقريبا شيء 2000 مشارك. فنحن بنتمنى الدعم الدائم، وبنتمنى من كل المجتمع يحس بهذا الطفل ويضل على طول عم يدعمنا من هلا لحتى ان شاء الله نحقق الشفاء لكل الاطفال ان شاء الله يا رب. مجد كمان بحب نتشكر كل شيء ساهم بالعمل وكل شيء شارك فيه، واكثر شيء المتطوعين اللي كانوا تعبوا بكل لحظه بالماراثون، لهنقدر نكمل هالرساله الحلوه اللي عم نقدمها. اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق بكل نشاطاتكم، ونحن معكم كاعلام لنضوي على النشاطات والمبادرات اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لكم. شكرا شكرا سيدي ميساء، شكرا مجد، اكيد شكرا كثير لكم.